أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرتنا التحليلية التي يصحبني فيها اليوم الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس. أستاذ عبد المنعم صباح الخير عليك وأهلا بك. صباح الخير عليك سالم وصباح الخير على مشاهدي السوداني 24. نبدأ الجولة من صحيفة سودان تريبيون ومنها نقرأ: البرهان يستبق الحوار المباشر بدعوة الأطراف للتجاوب مع الثلاثية. دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان القوى المعنية بعملية الحوار المباشر للمبادرة والاستجابة محذرا من أن عدم التوافق بات يهدد أمن وسلامة البلاد. قال البرهان في خطاب إلى الشعب السوداني ليلة الثلاثاء إنه يرجو ويطلب من المكونات المختلفة المعنية بالحوار أن تبادر بالاستجابة وألا تقف حجر عثرة في طريق استدامة الانتقال والتحول الديمقراطي. شدد على أن البلاد وشعبها ووحدتها وأمنها يستحق التسامي فوق الخلافات المطلوبة أو فوق الخلافات والمطلوبات الحزبية والجهوية والشخصية. واعتبر الحوار المرتقب بمثابة فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية. وأكد البرهان موافقة ودعم قادة الجيش للعملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية، وقال إنهم على استعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية للحوار. وأفاد البرهان بأن المنظومة العسكرية والأمنية ستعمل على إنفاذ مخرجات الحوار إضافة إلى نأي الجيش عن المعترك السياسي فور حدوث التوافق الوطني الذي تيسره الآلية الثلاثية أو الانتخابات. بداية أستاذ عبد المنعم، خطاب البرهان عشية البارحة حمل العديد من الرسائل، كيف يقرأ أو في أي سياق يقرأ؟ طبعا خطاب السيد الرئيس البرهان رئيس مجلس السيادة فيه أشياء قديمة جديدة، يعني تمت إعادتها. الحديث عن التوافق الوطني هو حديث ظل يكرر رئيس مجلس السيادة حتى قبل انقلاب 25 أكتوبر، ثم بعد انقلاب 25 أكتوبر أنهم يسعون نحو التوافق الوطني. لكن كلمة التوافق الوطني دي كلمة فضفاضة. التوافق الوطني كيف ومع من وإلى ماذا تهدف له؟ فده محتاجة لبعض التفاصيل. ومرة أخرى قال أنه يعني لأن المطالبات في الشارع بخروج الجيش من السياسة، لأن الجيش على استعداد للخروج من السياسة في حال أن حدوث التوافق الوطني أو الانتخابات، كأنما يلوح بأنه الحكومة الموجودة الآن إذا فشل الحوار الذي افتتح قبل قليل قد تمضي نحو انتخابات مبكرة. وده برضو يعني كأنما في عصا وجزرة، أنه كأنما تلويح للقوى السياسية إذا لم تشاركوا في الحوار ولم تتفقوا معنا نحن قد نذهب إلى انتخابات مبكرة. وطبعا انتخابات مبكرة عندها إشكالات كثيرة جدا. حتى الآن لم يتم الاتفاق على شكل الحكم في السودان، هل هو رئاسي، هل هو برلماني، هل هو مختلط. لم يتم الاتفاق على تقسيم السودان على شكل الحكم الفيدرالي، رغم الحديث كله عن حكم فيدرالي، لكن حكم الفيدرالي كيف سيتم؟ السودان لأقاليم، هل ستستمر الولايات؟ هذه كلها أسئلة محتاجة أن السودانيين يتفقوا عليها. حتى الآن لم يتم توافق السودان على كتابة دستور دائم. فالانتخابات عندها إشكالات كثيرة جدا، حتى لو ذهبت الحكومة نحو انتخابات مبكرة. القضية أنه قال أنه هو قادة الجيش أنهم سيسعون لتهيئة المناخ. تهيئة المناخ، طيب أنت رفعت حالة الطوارئ لحالة، ده أمر جيد، لكن العنف في مواجهة المتظاهرين لم يتوقف وظل مستمر حتى أمس. يعني في وقتلى ويسقط قتلى وجرحى وهكذا. الأمر الثاني الاعتقالات التحفظية، يعني البيانات التي تصدر مع الجهات القانونية أن هناك بعض الناشطين وبعض المتظاهرين يتم التحفظ عليهم. يعني حتى ما يعرف بمحامي الطوارئ في بيان لهم أصدروا أن هناك 15 شخص تم التحفظ عليهم في قسم الكلاكلة، والنيابة أصدرت قرار بالإفراج عنهم، لكن الشرطة رحلتهم إلى قسم آخر. فالازدواجية في المعايير دي بتخلي، لأنه أصلاً الإشكال الأساسي حالة عدم الثقة، والثقة دي بتبنى بالإجراءات. فإذا كان أنت ما الإجراءات بتمشي فيها للنهاية وكل الأجهزة متفقة عليها وفي تناقم ما بين الأجهزة، الثقة ما بتبنى. طيب، لأنه يعني الثقة ما بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية حصلت لها هزات متعددة، وآخرها كانت الهزة بتاعت انقلاب 25 أكتوبر. نعم، دعنا نعود إلى خطاب البرهان نفسه. هو تحدث على أن الجيش يمكن أن يخرج فور حدوث التوافق الوطني، سيخرج من العملية السياسية تماما. من الذي يعرقل هذا التوافق الوطني؟
هو القضية أنه يعني ما قلت لك هي قضية التوافق الوطني دي قضية فضفاضة محتاجة لتعريف أنه التوافق الوطني. التوافق الوطني بين من؟ والتوافق الوطني كيف؟ والتوافق الوطني على 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 ماذا؟ يعني إذا كان ما في مشتركات الناس اتفقوا عليها أنه والله نحن ده نتوافق على أنه الفترة الانتقالية يكون برنامجة 1-2-3 وأنه بعد الفترة الانتقالية مدتها كده وأنه الفترة الانتقالية شكل الحكم فيها يكون كده ونصل بعد الانتخابات عامة اللي هو ده الهدف الرئيسي لكل المجموعات الموجودة. القضية أنه حتى الحوار الذي افتتح قبل قليل الآلية التي تقول أنها تسهل الحوار واحدة من الإشكالات اللي وقعت فيها هي لم تستطيع أن تعرف أطراف العملية السياسية وقعت في منزلقات. يعني مثلا لو نظرنا للمشاركين في الحوار اليوم موجودة الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا هذا حقها يعني هذه حركات كانت تقاتل نظام البشير وقعت اتفاق سلام ومن حقها أن تشارك في لكن مجموعة موجودة مجموعة أحزاب وسياسيين كانوا مع حكومة البشير حتى يوم 10 أبريل زي منه حركات كثيرة يعني التجاني السياسي مجموعته وكل المجموعات المتحالفة منه مع اسم تحالف النهضة حتى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وأحزاب كثيرة موجودة كانت موجودة داخل حكومة البشير وكانوا الناس الجالسين في القاعة كانوا بعضهم وزراء في حكومة البشير وكانوا موجودين حتى يوم 10 أبريل لم يغادروا حكومة البشير. فالثورة دي لم تخرج على البشير في شخصه خرجت على النظام صحيح كويس. فإذا كان أنت بعض مكونات النظام موجودة في الحوار فكيف يعني ده يكون حوار مع من؟ الحوار مع من؟ فلذلك يعني والمجموعة دي ذات الموجودة كانت مع حكومة البشير هي التي كانت موجودة في حوار 2015 الذي أطلقه البشير وبموجب حوار 2015 هي دخلت إلى الحكومة. طيب بالحديث عن من حضر نتحدث عن من غاب أيضا. الآن حقوق الحرية والتغيير لم تشارك، لجان المقاومة لم تشارك، كذلك حزب الأمة القومي لم يشارك بهذا الحوار بقيادته بمن حضر كما ذكرت هذه العبارة. ألا يفهم منه أنه ما حوار إنما هي فقط كأنما أمر واقع يجب أن يعترف الناس به؟ واضح أنه يعني الجهات التي تدفع بالحوار هي تريد فرض أمر واقع أنه يعني تريد أن تقوم بأنه والله فتحنا الباب للحوار وهناك من تمنع لأنه حتى الكلمة التي ألقاها سيد فولكر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة حدث عن أن والله هذا الحوار لتنفيذ مطلوبات الشارع السوداني. طيب مطلوبات الشارع السوداني دي الوحدة من الجهات الفاعلة والموجودة على الأرض واللي بيطالب بمطلوبات الشعب السوداني لجان المقاومة غير موجودة الآن في هذا الحوار. كيف ستسمع صوتها؟ وهي لأنها مش يعني ما القضية الناس الغايبين ما مش رافضين قصد العملية السياسية لكن هم خطوا اشتراطات معينة تهيئة المناخ للحوار وهذا ما لم يحدث وهذا ما لم تستطيع الآلية الثلاثية أن تضغط الحكومة في أنها تذهب إلى هذا ولا تقنعها لا تضغطها ولا تقنعها بأن هذا هو السبيل الوحيد للحل. لذلك يعني من المتوقع أنه حتى لو أفضى هذا الأمر لتشكيل حكومة لن يحل الأزمة السودانية ستظل الأزمة موجودة. أمر ثاني في مجموعات من الموجودين داخل هذا الحوار كانوا جزء من الصراع اللي موجود قبل 25 أكتوبر وكانوا من منظمي الاعتصام الشهير اللي كان أمام القصر الجمهوري اللي كان يعني من مطالبه الأساسية إزالة سلطة الحرية والتغيير ودخل القوى السياسية في مشاكسات شديدة وصراع شديد. لذلك يعني حتى تعبير السيد رئيس مجلس السيادة في خطابه الأمس عندما تحدث عن التوافق الوطني هذا سيكون توافق وطني كامل يعني أنت حتتوافق مع القوى الموجودة داخل القاعة وحتتجاهل القوى التي رفضت أن تدخل تحالف الحرية والتغيير مهما قيل عنه رفض حزب الأمة كواحد من أكبر الأحزاب السودانية الموجودة في الساحة وحتى آخر انتخابات أجريت في البلاد انتخابات ديمقراطية سنة 86 حاز على أعلى مقاعد حزب الأمة رفض الحزب الشيوعي أنه يشارك في هذا الحوار رفضت مجموعات تنسيقيات لجان المقاومة من أنها تشارك في هذا الحوار. فإذا هذا إن حدث توافق وطني توافق ما بين القوى الموجودة داخل القاعة هذا توافق منقوص. نعم.